السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. هاتوا مجات النسكافيه بقى يا ولاد وتعالوا اقعدوا معايا كده، لان احداث اليوم يعني لازم نقعد نرغي فيها. ما ينفعش الموضوع يعدي من تحت ايدينا كده وكاننا مش شايفينه. ده احنا ملناش بركه غير القرعة ومستر عادي او ربنا. المهم يا جماعه، الدنيا قامت ما قعدتش على مدام هناء لما اعلنت انها هتتجوز. عادي، ما الجواز يا جماعه اشهار، ده الطبيعي ان الست تشهر انها هتتجوز. طيب ربنا يعني ما قرضش وما حصلش نصيب والست طلعت اعلنت دون، الدنيا برضه قامت ما قعدتش. ازاي ازاي ما يحصلش نصيب؟ ازاي ده الموضوع يبقى فيك؟ الموضوع كان مشاهدات، الموضوع كان ترند شوية يقولوا كده ويرجعوا. لا ده ما كانش ولا فيك ولا ترند ولا بتاع، لا ده احنا جايبين اساسه وفصله والراجل بيشتغل عامل ازاز وعامل مش عارفة ايه وكلام غريب كده. وفي الاخر خالص رسيو انهم يعني كان معتاد يعني الطريق اللي هم سالكينه على طول سب الاعراض. لا يا جماعة ده هم عايشين مع بعض والكلام منه. سبحانك يا رب. مش ده نفس الكلام برضو اللي قلتوه ساعة موضوع مستر عادي؟ ايوة لما انتوا قلتولنا ان هم مش متجوزين ولا كلام من ده وان هم عايشين مع بعض وطلعتوا كذابين. بعد كده قلتوا لا هم متخانقين ولا في طلاق ولا كلام من ده والموضوع مشاهدات وترند وطلعتوا كذابين. بعد كده قلتوا يعني ده لا في رفع قضية طلاق ولا كلام من ده وبرضو طلعتوا كذابين. يعني طلعوا متجوزين وطلعوا متخانقين وطلعوا متطلقين وكل حاجه زي الفل. ما علينا، انتوا ماشيين في نفس السيناريو ده، هو هو يعني مفيش فيه اختلاف، فاحنا مش هنلت ونعجن فيه كتير. خلاص يعني ليلتكوا اتعرفت للناس كلها ان انتوا كذابين ومتبليين على الست دي، وان الست دي ما بتعملش اي حاجه غلط في حياتها نهائي. على عينك يا تاجر كل حاجه هي عايزه تعملها لانها ما بتعملش حاجه غلط. لما عايزت ان هي تتجوز طلعت وصرحت بالكلام ده واعلنت ان هي ان شاء الله في مشروع للجواز. ولما برضو ما حصلش نصيب وقدر الله ما شاء فعل، محدش عارف الخير فين، طلعت برضو اعلنت ان خلاص يا جماعة ما فيش نصيب وكل واحد فيهم ليه وجهة نظره وخلاص الموضوع خلص. المهم بقى يا جماعة سيبكوا من تبلي الشراشيح على مدام هناء. انا عايزة اعرف الشراشيح ما طلعتوش ليه اتكلمتوا عن زواج مستر عادي؟ هل هو الموضوع بالنسبة لكم ملوش أهمية للدرجة دي؟ طب لو هو ملوش أهمية للدرجة دي طالعين يعني أعلنتوا الخبر ليه؟ وفي منكم اللي منزل له منتديات بيبارك له، أيوة بيبارك له، ليه؟ عايز أعرف. طب ليه مستر عادي ذات نفسه ما أعلنش عن جوازه؟ معلش يا مستر عادي اوعى تفتكر ان انت ذات اهميه ولا حاجه ان احنا يعني مشغولين باخبارك، لا والله ابدا، ده احنا بنعمل معاك زي ما يعني القرعه حبيبه القلب الناحيه الشمال، القرعه المعمصه بتعمل مع مدام هناء ومسلطه عليها كلابها. فاحنا برضو لازم نحلل حوار جوازك، يعني ما ينفعش ان هو يعدي الموضوع كده مرور الكرام. اللي هو برضو نفس الشراشيح اللي ماسكين في جواز مدام هناء، ما مسكتوش ليه يا جماعه في القرعه اللي الحاج جرجير توفى الى رحمه الله وما نعتوش بكلمه على المنتدى؟ الموضوع ده عدى من تحت ايديكم يعني ولكنكم شايفينه، بس انا افكركم بيه. امال انا قاعده ليه؟ اوعوا تبصصوا الناس على العصفوره وانا قاعده، انزلهم من العصفوره يبصوا على الحقيقه. الحاج جرجير يا جماعه توفى الى رحمه الله، وبنته العاقة اللي كانت رمياه في عشش اسماعيلية ياخد سيلفي كده على الفيسبوك منعتوش حتى منتدى واحد، على الرغم من انها نعت ناس تانية وكان ما بينهم ايام، يعني نعت ناس تانية وطلعت يعني كانت حزينة قوي عليهم مع انهم لا من لحمها ولا من دمها، بس مجرد ان هم بيشتموا في مدام هناء الكلاب بتوعها فطلعت نعتهم على المنتدى. هل الحاج جرجير بالنسبة لك يعني عملتيه معاملة كلب وراح؟ بجد والله اصل امك نزلت لها نعي، فابوك دون يعني مفيش حتى كلمة البقاء لله. ليه ليه يعني ما كانش ليه اهمية خالص في حياتك؟
ده يرجعنا يا جماعة للطفولة المشردة بتاعتها، ان هي مش قادرة تنسى اللي عملوا فيها وهي صغيرة، مش قادرة تنسى ان هي اتباعت لأول سائح أجنبي نزل مصر والحاجة جرجير قبض، مش قادرة تنسى ان هو ما كانش بيسأل عليها غير عشان خاطر عايز فلوس وهي ما كانتش بترد عليه. ابنة جحدة من الآخر، عاقة كده. المهم يا جماعة، حاج جرجير مات وهي ما حطتلوش كلمة على المنتدى. ده مش عشان حاجة، ده عشان خاطر يعني الطقوس اللي هي راحت عملتها وأدتها ما تطلعش للناس، وكذبة العمرة اللي هي عملتها ما تطلعش للناس وتتفضح. ولكن سبحانك يا رب، تأتي الفضيحة من حيث لا تدري، تنزل على قرعتها كده تتفضح وتتصور وهي بتأدي الطقوس. طب العمرة يا حاجة، العمرة ده انت لسه عاملة العمرة نسيتيها؟ برضو محدش يتكلم في الحوار ده، ولكنهم شافوه عادي يا جماعة مش مشكلة، زي ما شافوش نص الصورة المقصوص وهي المفروض لابسة لبس العمرة وبالأحضان يا بلدنا الحلوة بالأحضان. طب فين العمرة؟ بح. طب الطقوس اللي انت اديتيها دي عادي بقى. طب الحاج جرجير اللي انت ما نزلتلوش حتى نعي زي ما نزلتي لوالدتك، عادي برضو مش مشكلة. المهم يا جماعة، القرعة طبعا انتوا عارفين ان هي يعني ما بتهمتش، كل ما بتشوف حاجة عند مدام هناء قرعتها بتاكلها، تقوم رايحة رشة للكلاب بتوعها كام دولار كده، يلا عليها عليها. تشوفها حتى دخلت المستشفى تقوم مطلعة الكلاب، تشوفها مثلا في حالة نفسية سيئة ولا حاجة لما سابت أستاذ كيمو فبرضه طلقت الكلاب عليها. المرة دي طلق الكلاب بتوعها عشان يطلعوا يعني يزفوا هذا الخبر، ظنا منها انها هتتضايق، انها هتزعل، انها هتتقهر مثلا. احب ابشرك يا قرعة، احب ابشرك بحاجة، والله عارفة يعني ايه والله؟ لو جبتي فرح مستر عادي لايف، شوفي لايف، مش هيتحرك فيها شعرة، لان هي اصلا لا بتشوفه ولا بتسمع عنه في طبق اليوم ولا بتسمع حتى الكلاب اللي انت مسرحاهم عليها للنهار خالص. يعني مهما تشد في قرعتك وتعملي وتقول لهم حطوني على بانر الفيديوهات، حطوا على راسي تاج وقولوا ان انا الملكه بفلوس يا جناب، هي عامله كده محدش هيسال عنك برضو، ومحدش هيشيلك من ارضك، يعني انت قاعده مقامك من مقام الشراشيح اللي انت مأجراهم، بس يعني مش اكتر من كده. يعني يقولوا عليكي ملكة الحاجات المفقودة ماشي، لكن ملكة حاجة تانية بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ قولنا هاتلنا أمارة واحدة. طب مدام هناء ملكة بأخلاقها بأدبها باحترامها بمحتواها المحترم، بأنها بتشرفنا برة، سفيرة للمرأة العربية، لكن بالنسبة لك انت ودخلت ميسيو جانو الإسلام، بالنسبة لك انت ايه انجازاتك في الحياة؟ البتاع المفقود هو ده؟ مالكيش انجازات، فانت هتبقي ملكة ببتاع ايه؟ يعني والله لو قلت لهم للنهار حطوني واكتبوا على اسم الملكة، محدش هقولك انت فين كبيرك تبقي ملكة اللي انت عارفاه المفقود، اكتر من كده ما تأمليش. المهم القرعة يا جماعة شغالة من تحت لتحت، طبعا هي اخر حاجة اشتغلت عليها ان هي تنسينا حوار انهم صوروا العامل في بيت ياسمين، وانهم اقتحموا خصوصيات مدام هناء، وان مدام هناء طلعت كالمعتاد تستغيث من عمايل الملاحدة بقيادة القرعة واللي هما بيعملوا فيها، فحبت ان هي تلهينا في حوارات تانية خالص. ولكن ده مين؟ ده بعدك يا قرعة، ده بعدك. شفت اخر فيديو انا عملته عنك وكنت بقول للناس خلوا بالكم يا جماعة دي بتلهينا عشان ننسى حوار الملاحدة وننسى انهم بيصوروا خصوصياتها وانهم بيراقبوها وننسى الاستغاثة اللي هي عملتها؟ برضو انا لازم افكر الناس، اوعي تفتكري ان انا هخليهم ينسوا ويبصوا على العصفورة، مش هيحصل. المهم انت بتبصصين على العصفورة كمان مرة المرة دي بحوار جواز مستر عادي، وطلع بيه في التوقيت دون، وامرت طبعا الشراشيح اصدقائك انهم يزفوا الخبر في التوقيت ده بالذات عشان خاطر ظنن منك يعني ان مدام هناء حالتها النفسيه بقى تعبانه، وان موضوع ان هي سابت استاذ كيمو ده مضايقها، فنحاول كده يعني يمكن تتضايق يمكن مش عارف ايه. عايزه اقول لك
ان مدام هناء لما بتقلع جزمه من رجليها ما بترجعش تبص عليها تاني، ده هي اللي قلعاها، انت قلعت جزمه ورميتها بره فرنسا، فانت طبعا متعوده تلمي زبالتها، يعني ده الطبيعي وده العادي بتاعك يعني، فرمت لك الجزمه ومع ذلك انت برضو ما رتضيش بالجزمه. ليه؟ ما هو مبروم على مبروم ما يرلش، لا ده انت هتيجي انا اللي هصرف عليك وعلى اهلك، لا وانا هاخد ايه منك؟ لا ما خلاص الموضوع خلاص، انت شفت الشهاده في اوضه النوم والموضوع خلصان بالنسبه لي، لكن هاخد منك ايه تاني اكتر من كده عشان اصرف عليك وعلى اهلك؟ فالموضوع طبعا مش مجزي معاها، فرمته برضو في اقرب صفيحه زباله. طلعت الشراشيح اصدقائها وحبايبها يزفوا خبر زواجه، طبعا هي ولا همها ان مدام هناء مثلا ممكن لو هي بقى ست مؤذيه تروح تعمل عنه بلاغ زي ما هو كان بيهددها لما اتقدم لها العريس الاماراتي، مش كان طالع برضه بيهددها وبيقول ان هو ممكن يشتكي لان هي مراته لسه على الورق الفرنسي، مش كانت شنعاء خراطيم طالعه معاه في لايف وبتقول له ان هي لسه مراتك على الورق الفرنسي فلو جرى لها حاجه ممكن ان انت تورثها، وروح بلغ فيها ان هي عايزه تتجوز ومش عارف ايه وان هي لسه على ذمتك. فطبعا القرعه ما يهمهاش مستر عادي في داهيه، فسلطت الشراشيح انهم يطلعوا يقولوا الخبر في التوقيت ده تحديدا، يمكن مدام هناء تروح تزرفه بلاغ ولا حاجه، هتبقى ضربت كذا عصفور بحجر واحد. لكن عايزه اقول لك ان مدام هناء اصلا مش في دماغها متخيله؟ يعني حتى مش في دماغها اساسا ان هي تسمع الخبر ولا تروح تعمل بلاغ ولا اي كلام من ده، لان الموضوع مش شاغلها اساسا يعني عادي اكن يعني ولا عدى على ودنها والله، ولكن الموضوع اساسا يعني سمعته، متخيله انت يعني هي واصله لدرجه ايه؟ فبرضه نفس المخطط فشل على قرعتك. المهم يا مستر عادي، طبعا انت بالنسبه للقرعه وبالنسبه لبقيه الشراشيح مالكش 30 لازمه، فطلعوا يعلنوا الخبر ده اللي انت المفروض مخبيه، وقعدوا يحلفوا ان انت بقالك شهرين متجوز. طبعا نفس الحوار عملوه قبل كده وطلعوا قالوا ان انت كمان بتقضي شهر العسل، وطلعت جذبتهم كلهم وقلت لهم انتوا ولاد كلب نصابين، انا لا اتجوزت ولا عملت، ده انا امي عيانه، ده انا امي مش عارف ايه، ده يا دوبك خطيبتي جت زارتني، ده خطيبتي مش عارف امي قالت لي يلا خير البر عاجل وانا قلت لها لا لما تخفي ياما، الكلام ده. فطالعين الشراشيح بيحلفوا وبيأكدوا ان انت اتجوزت من شهرين. طبعا احنا ما يشغلناش انت تتجوز ما تتجوزش، يعني ده اخر همنا والله ولا فارق معانا اساسا، ولكن هم بيقولوا لك ان انت اتجوزت بنت خالك، وطبعا الكلام ده مش مننا احنا عشان ما تطلعش بس ترد عليا، اطلع رد عليهم هم، ده نقلا عن اصحابك اصدقائك، فانت تطلع تقول لهم انتوا كذابين، يا اما تسكت يعني لو هم بقى ماسكين عليك حاجه تقيله فلازم طبعا ان انت تسكت وتحط في قلبك وتصر، ما فيش حاجه تانيه ملهاش حل تاني. فالمهم طالعين بيقولوا ان انت اتجوزت بنت خالك من شهرين، وهنا يحضرني هذا السؤال، طب يا جماعه هو مش الجواز اشهار؟ الجواز ده مش اشهار، ايه اللي يخليك تخبي جوازك؟ هل العروسه مثلا من دور ستك؟ هل العروسه مثلا وحشه للدرجه ان انت يعني ما تعلنش جوازك منها؟ هل مثلا الجوازه على طمع؟ هل هي ورثت مثلا جلابيه خالك ولا حاجه فانت طمعان في الجلابيه؟ ما انت وضح لنا الموضوع ماشي ازاي؟ ما الموضوع ما يمشيش كده ونعديه، يعني جوازك لازم نحلله. ايوه مش بيحللوا كل حاجه عن مدام هناء، مش لانك ذو قيمه والله، هم بيحللوا كل حاجه عن مدام هناء لانها طبعا ذو قيمه وبتجيب لهم مشاهدات وفاتحه بيوتهم، لكن بالنسبه لك انت هو ما حدش يسمع عنك في طبق اليوم، ولكن من اعمالكم سلط عليكم. ايوه انا عايزه اعرف ليه تخبي جوازك من بنت خالك؟ هل هي شبه عريس يا ابوي في الفيلم؟ ما انا مش فاهمه الموضوع ده بصراحه، اصل الجواز يا جماعه اشهار، يعني هل انت مثلا خايف ان ما دام هناء تصرفك بلاغ؟ والله ولا سمع عنك في طبق اليوم اقسم بالله، يعني متخيل؟ وبعدين انت قلت لنا هطلع هعمل فرح وعمرو دياب واحمد شيبه ورايحين نقضي شهر العسل في دبي،
وراجعين من السعودية ورايحين مش عارف فين، احنا شفناش حاجة خالص من الكلام ده. خلي بالك يعني الموضوع، يعني شكلك وحش قصاد المتابعين صراحة، انا جايبها لك بصراحة. يعني الغريب اللي انا نفسي افهمه، هما الشراشيح ليه عايزين يلبسوك في اي حوار؟ نفسي اعرف، ونفسي اكتر اعرف انت ليه ما عندكش الجرأة تطلع حتى تكذبهم. يعني متخيل لما ناس تقول حاجة عن حياتك وتقرر وتحلف ان هي حقيقة، وانت يا عيني ما تملكش حتى قرار انك تطلع تكذبهم؟ يعني ده ذل الدنيا، اقسم بالله ده ذل الدنيا والاخرة ليك. انا اول مرة اشوف حاجة زي كده. ولكن هو ده لعب القرعة يا جماعة، لعب القرعة شغالة من تحت لتحت. حتى لمت زبالة مغتربة، اللي مغتربة رمتهم في قارب صفيحة زبالة لانها اكتشفت اصلهم الواطي. راحت القرعه طبعا لما من على الارض بسرعه الزباله، ليه؟ هي دي وظيفتها، يعني تطلع تنزل، هي دي وظيفتها، مش هتعمل حاجه اكتر من كده. هتقعدي طول عمرك يا قرعه متابعه ستك وتاج راسك مدام هناء، هتفضلي طول عمرك يا قرعه قاعده مستنيه لها اي نصيبه، قاعده يا عيني هتموتي وتشوفي فيها اي يوم يشفي غليلك بعين قرعتك، بعين قرعتك. ده حقيقي، يعني ده حتى في ناس بيقولوا ان انت ناويه تشرفينا بقرعتك البهيه تاني. والله يا ريت، احنا مش لاقيين حد نضحك عليه وقاعدين كده فاضيين. يا ريت والله نقعد نتسلى على الاقل، بدل ما انت قاعده شغاله في الديره كده من تحت لتحت، وعماله تعملي في قنوات فيك وتمولي في الشراشيح وتسلطي على مستر عادي. اطلعوا يا جماعه لبسوه اي نصيبه، اطلعي لنا كده بقرعتك الباقيه على الاقل كده، يعني تجاوبينا على حوار مستر جرجير، لان الموضوع ده بصراحه يعني حاسس في نفسيتي جدا. يعني ايه ده؟ ما افتكرتلوش يوم اكلك فيه لقمه يا جحده يا عاقه، ما افتكرتلوش حتى يعني كلمه حلوه قالها لك في يوم. ده ابوكي، ده ابوكي، يعني ده لو كلب مات كنت حتى هتكتبي كلمتين على المنتدى، ولا كأنك هنا يعني خالص، مفيش دم خالص، مفيش احساس، كل اللي شغلك واكل قرعتك مدام هناء. هل هي هتتجوز؟ لا. هل هي سابته؟ طب اصلت الشرشوحه دي، طب اصلت الشرشوح ده، بقالك سنتين لغايه دلوقتي بعت الاندر المفقود عشان خاطر تطلعي عليها شرشيح اليوتيوب، والنبي لا تقولي لي وصلت لايه. والله ولا اي حاجه، هتفضلي كده، هتفضلي كده بعد الفيديو بتاعي تضربي راسك في كل حته شويه وتروحي تحولي لهم اطلع عليهم بيحرك فينا شعره، ولا احنا عادي خالص وقاعدين في اماكننا على وضعنا، ولا اي حاجه، ولا تفرقي معانا، حد شايلك من ارضك. لكن بجد والله يعني اللي انا نفسي يطلع يرد هو مستر عادي، نفسي يطلع يكذبكم يا جماعه، اصل شكله وحش، شكله وحش. يعني انتوا عمالين تلبسوه في نصيبه كل شويه، البس البس، ده اتجوز، ده عمل فرح، ده قضى شهر العسل، هو جوازه تعبكم قوي للدرجه دي؟ يعني بجد يعني جوازه شغلكم قوي للدرجه دي؟ انا اول مره اشوف حاجه زي كده. يعني انا كصاحبه محتوى دلوقتي، انا مالي اطلع ازف خبر فلان اتجوز ليه وانا كنت قاعده معاه؟ دي حاجه عجيبه اقسم بالله. والغريب ان الستات هي اللي طالعه تقول الخبر. هو ده اللي بيضحكني، فاهمين؟ طب مامته اللي كانت تعبانه دي من كام اسبوع، مش من كام شهر، من كام اسبوع، وطلع قال لا لا يمكن، دي امي يا جماعه، لما تخفوا الاول كده وبعدين نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ يعني ما بقتش فارقه كده؟ مش معقوله، يعني دي حاجه غريبه. وبعدين ان انت تكتم خبر جوازك، يعني انا بصراحه يعني مشفقه عليك صراحه. يعني ليه؟ ده الجواز اشهار يا جماعه، انا اول مره اشوف راجل يخاف انه يشهر جوازه بصراحه، ده انا اول مره اشوفها. مدام هناء اهي واسمها ست وطلعت قالت ان هي عادي هتتجوز، ما فيش مشكله خالص. فانت بصراحه وضعك غريب ومريب. واللي بسطني اكتر ان القرعه اديتك استماره سته، ومع ذلك قاعده تلعب بيك الكوره، قاعده شغاله من تحت لتحت ومشغله عليك الشراشيح وعماله تلبسك من الحيطه دي للحيطه دي عادي جدا. والله يا قرعه انت بقى وضعك اقسم بالله يعني مثير للشفقه، المفروض نحطك في عنبر ما تزوقين يا ماما رقم 4. يعني انت بقيتي عندك هس هس اسمه مدام هناء، اسمه الملكه، نايمه قايمه بتحلمي بيه بجد والله، صعبان عليا.
اقسم بالله صعبان عليا. عايزاكي تسمعي الفيديو ده، وعايزاكي بقى تروحي تكلمي الشراشيح، حطي صوري بسرعه، خليهم يقولوا ان انا الملكه، اطلع برقني برقني بسرعه برقني. هيبرقك من ايه؟ انت المفروض بقى اللي تطلعي تبرقيه المره دي من كلام اصدقائك الشراشيح اللي انت مأجراهم. الله العظيم وضعكم، انا بقعد اتفرج كده على نفسي من الضحك. وما دام هناء عايشه حياتها ومستقره وزي الفل، ولا هي هنا وبتنجح وهتنجح وعايشه حياتها، ولا هي هنا. انتوا اهروا زي ما تهروا مع نفسكم كده، انتوا والشراشيح، انتوا دفعه واحده كده كلكم في صندوق زباله واحد، لكن هي سامعه عنكم ولا هي هنا. ربنا يعوضك خير يا ملكه، ويجازيكي كل خير عن طيبه قلبك وعن حنيتك وعن انك ما بتفكريش في اذيه البني ادم. يعني انت ماشيه في حالك وكل الكلاب الضاله قاعدين ياكلوا في قرعتهم ويهروا، وحتى بيطلعوا اشاعات ان انت يا عيني ممنوعه من السفر ومعمول لك ترقب وصول. زي كل مره كل مره معمول لها ترقب وصول، ده انتوا عملتوا لها ترقب وصولك مليار مره لغايه دلوقتي ما شفناهاش، يعني اتقبض عليها في اي حته. يلا مش مشكله، هوهو زي ما تهوهو، الملكه على عرشها مش شايفاكوا، وهتنجح وبتنجح، وربنا يخلي لها بناتها واهلها كلهم، لان هي مشرفانة، محدش من اهلها متبري منها الحمد لله، اهلها كلهم ناس محترمة، وهي ست جميلة وبصراحة يعني فخر لنا كلنا صراحة. فربنا يبارك لك يا ملكة في فيروز وياسمين، وخلي المقهورين منك يفضلوا كده زي ما انتم، مخفوظ بكم البلاط ومحدش شايفكم. السلام عليكم ورحمة الله.